أوقفت المحكمة الاستئنافية في مدينة مراكش صباح الأربعاء السجن النافذ في حق المطربة المغربية دنيا باطمة لمدة 12 شهرا، وذلك على خلفية متابعتها في قضية الابتزاز المشاهير التي تعرف إعلاميا بحمزة مومبيبي. وكانت المحكمة الابتدائية بمراكش قد قضت في 30 يوليو 2020 بالسجن 8 أشهر حبسا نافذة في حق باطمة قبل أن تصدر الاستئنافية بمراكش صباح اليوم الأربعاء حكمها بإضافة 4 أشهر نافذة لتصل المدة السجنية النافذة ل 12 شهرا. وتم إصدار هذا الحكم في حق دنيا باطمة في إطار متابعتها بتهمة المشاركة في الدخول إلى نظام المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال والمشاركة عمدا في عقلة سير هذا النظام وإحداث اضطراب فيه وتغيير طريقة معالجته. وأدينت باطمة أيضا ببث وتوزيع عن طريق الأنظمة المعلوماتية أقوى الأشخاص وصورهم دون موافقتهم، وبث وقائع كاذبة قصد المماس بالحياة الخاصة لأشخاص بقصد التشهير بهم والمشاركة في ذلك وتهديد وعرقلة سير هذا النظام. من جهة أخرى جرى تأييد الحكم الابتدائي في حق شقيقة المطربة ابتسام باطمة بالسجن سنة نافذة، وكانت دنيا باطمة نفت مرارا صلتها بالحساب المثير للجدل وأكدت أنها تتعرض لحملة من قبل أشخاص يريدون إساءة إليها والنيل من نجاحها الفني. وتم منع باطمة من السفر قبل عدة أشهر، وقامت بإلغاء متابعتها لعدد من الفنانين في المواقع الإنستغرام في تلميح إلى أنهم لم يساندوها في الأزمة الأخيرة. وقالوا فنانون ومشاهير في المغرب وخارجه إن حساب حمزة مومبيبي الذي أدينت باطمة بسببه دمر حياة الكثيرين منهم. تنحدر باطمة من عائلة فنية عريقة في المغرب، وبرز نجمها على مستوى العربي بعد مشاركتها في برنامج المواهب عرب ايدل. شكرا لتتبعكم، لا تنسى الاشتراك في القناة ليصلك الجديد.